وهل توجد قيود أو تحفظات لخروج المرأة من بيتها لمزاولة نشاط مشروع؟ نعم، هناك شروط وتحفظات لذلك مراعا فيها نتيجة هذا العمل وأهميته، ومراعا فيها حماية حقوق المرأة وكرامتها أن تمس بسوء حتى لا تكون هناك نتيجة عكسية عليها وعلى الأسرة والمجتمع. فمن هذه الشروط والتحفظات لخروجها للعمل ألا تقصر في الواجب الأساسي الذي يناسب طبيعتها واستعدادها، وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة ويربي النشأ ويعده لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية، وذلك مرهون بإذن الزوج لها إن كانت متزوجة. ومن التحفظات أيضا التزامها بكل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين حتى لا يكون هناك انحراف عن الخط المستقيم، وحتى لا تضيع الفائدة المقصودة من مزاولة هذا النشاط. إن التقصير في هذه التحفظات هو الذي أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتها، فلا بد من الموازنة بين الكسب والخسارة، وذلك شأن التاجر الواعي البعيد النظر. والله أعلم.